وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نحكي فيه عن اختياراتنا لجولة الدبل 26، وقبلها رح نحكي لكم أكثر عن أدائنا بالجولة 25. أنا شريف ومعي زميلي فاروق، وإحنا رح نكون معاكم بفيديو اليوم. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تساووا لايك وشير وسبسكرايب. شوف روح، اخيرا اليونايتد ضبطونا ورونالدو كنت حاطه كابتن وظبطك. والله الحمد لله، واخيرا انا عقدة الكابتن انتهت من الاسبوع الماضي، والحمد لله عقدة رونالدو كمان انتهت ان شاء الله، يعني انتهت ويكمل. تمام، شو بدك تخليه عندك بالفريق يعني رونالدو ولا كيف؟ شو خلصنا منهم تاعون اليونايتد؟ هذا السؤال رح اجاوب عليه بالفيديو. هلا حفرجيكم كيف فريقي وشو الخطط اللي عاملها، وبعدين رح افرجيكم فريق شريف كيف ساوى هذا الاسبوع وشو الخطط اللي هو مقررها. 100%. تمام، اول اشي انا بهاي الجولة جبت 81 نقطة، طلع تصنيفي من 425,000 ل 309,000، مجموع نقاطي طبعا صار 1485. بالحراسة كان عندي دخية، مان يونايتد اول مباراة صراحة كانوا سيئين وما عملوا اللي بدنا اياه احنا، بس ثاني مباراة ضد برايتون كانوا احسن، جابوا الكلين شيت، وعندنا طبعا راح احكي لكم بعدين عن رونالدو وبرونو شو سوى. بالدفاع كان عندي كانسيلو، الجوارديولا فاجأ الجميع وحط كانسيلو ولابورتي بالاحتياط، كنا متوقعين دي بروين بس هو شال كانسيلو ولابورتي. بعديها كان عندي ارنولد جاب لي 6 نقاط كلين شيت، ودياس حط لي اسيست وكلين شيت و10 بوينتس جاب لي، وشوفال حط لي نقطه واحده. بعديها بالوسط كان عندي بوين صاير صلاح الجديد، ترى هو لاعب ان فور. والله بوين خطير، اسمع بالفانتسي صار فيري كونسيستنت وبجيب نقاط دائما، ولازم يكون موجود عند اي حدا صراحه. بوين صار جد زي صلاح يعني. يعني ما شاء الله عليه ان فور، وكل مباراه بيعمل له اشي. بعديها عندي اللاعب اللي جبته الاسبوع الماضي اوليس صراحة نزل احتياط وما كانش عامل، يعني ما عمل شيء كثير خطير. كريستال بالاس كريستال ما بالاس كانوا خطيرين. غدارين يعني، الفريق مش كثير منيح وفي كثير عنده لعيبه، والمدرب بضل يبدل، ما عنده تشكيله ثابته يعني. اظن اكثر لاعب مضمون هو زها من الهجوم الوسط، اتوقع صحيح باقي اللاعبين مداور. احنا فكرنا ادوارد هو النجم ونصحنا فيه، بس صحيح شكله يعني مش هالخيار المنيح يعني، مش مية اساسي مية. وبضل يتبدل وهيك. ابصر وجوتا جاب لي نقطة واحدة، والوحش الكبير صار لي بستنى بهذا اليوم أنا من زمان، ستيرلينج حط هاتريك. خلص هاي بديش أحكي عنها، ستيرلينج حط هاتريك مع إنه هو آخر يوم إله بالفريق، بس حط هاتريك خلص بستنى ختامه مسك يعمل لي. وبعديها رونالدو الوحش وأخيرا حط الجول كمان، كسر العقدة وجاب لي 20 نقطة مع الكابتن ودنس نقطة واحدة. دنس واتفورد صراحة ما تعتمدوا عليهم، يعني سيئين جدا. والاحتياط كان عندي سانشيز حارس برايتن 8 نقاط، وبقية اللعيبة عندي ساكا كان ما عنده مباراة، وبقية اللعيبة ما لعبوا، واحد داير مصاب ولوكاديا طلع من زمان من برايتن. تمام، هيك انا هحكي لكم شو تفكيري كيف بدي افكر. بتعرف انه في دبل جيم ويك 26، ففكرتي كانت اني اول اشي ابيع دياز واجيب تيرني، وعشان تيرني تعرفوا ارسنال دفاعهم قوي وعندهم دبل، فصراحة دياز ضد توتنهام وسعره اصلا غالي دياز، فتيرني خيار احسن، وحاس ان شاء الله يكون كلين شيت بالمباراتين. ثاني تبديل عملته اللي هو هذا التبديل يعني الضروري هو صلاح ستيرلينج، خلص ختامها مسك ودع الفريق، وجبت بداله صلاح. انا لحقت اجيبه بسعره ال 12.9، هلا سعره صار 13 مليون. صلاح عنده اقوى دبل جيم ويك ممكن يمر لليفربول، يعني احسن المباريات عنده نوريتش وليدز، ف مفكر اسوي له تريبل كابتن زي ما انتم شايفين. هلا راح نفرجيكم انا كيف راح انقي فريقي للجوله 26. بالحراسه دايخ بين دخيا وسانشيز، بس حاليا انا مخلي دخيا يعني صراحة. اسمع بيني وبينك، حط سانشيز حيلعب مع بيرنلي بشفتوش على الجول يعني، اتوقع ما بعرف، احس ممكن سانشيز مضمون اكثر. ليدز بضله فريق صح هجومي. كلامك. ما هو حكيت لك انا لسه مش قراري اخير على دخيا وسانشيز، بس حاليا حاطط دخيا، انا بحب دخيا عشان احيانا بيجيب بونس،
فاذا كان بالمود، اذا مان يونايتد كان بالمود بيلعبوا زي ما لعبوا يعني، حافظوا على كلين شيت، تخيل بيكون خيار احسن من سانشيز، عشان عاده هو بيكون بينقذ مانشستر يعني صراحه. تمام، بعديها بالدفاع عندي اخترت كانسيلو، ارنولد وتيرني. ارنولد وتيرني عندهم دبل جيميك، متوقع من المباراتين كلين شيت بصراحه. بالوسط راح ألعب بوين، لازم تلعبوا هاد، اللاعب صاير زي صلاح دائما بيعمل اشي. وعندي اوليسي، مش متوقع منه اشي كثير كبير، بس عنده مباراة دبل واتوقع راح ينزل انا بوحدة من المباريات اساسي اتوقع. بعديها عندي صلاح، مفكر احط التريبل كابتن عليه. حاليا انا دايخ بين صلاح وارنولد، مش عارف مين اخلي التريبل كابتن، بس لحد الان انا مخلي الصلاح التريبل كابتن. واحنا طبعا اذا متابعين على الانستغرام راح ننزل التشكيلات قبل الديدلاين، بيكون القرار النهائي. بعديها عندي جوتا. جوتا طبعا تعرفوا خبر اصابته، 90% راح يروح، راح يغيب عن اول مباراة، بس راح ممكن احتمال يكون متوفر بليدز. واذا غاب المباراتين صراحة انا عامل تبديلين، ومش ما اكلت اي سالب يعني، كان عندي تبديلين فمفكر اخليها هيك بدون سالب. فاذا جوتا ما لعب نشوف عندي بالاحتياط، هلا بفرجيكم مين بعدين. وعندي الساكا، ساكا متوقع صراحة منه كثير، عنده مباراتين حلوة دبل، والتنين بالهوم راح يلعبوا ملعبهم، وساكا خطير بالهجوم الارسنال، متوقع منه صراحة شيء جول اسيست، او يعني جول اسيست صراحة بيكون ممتاز مع بونس. بالهجوم رونالدو ما بعته، رونالدو خليته، ليدز عم بيستقبل اهداف، واذا رونالدو فتحت معه بديش احكي يعني، هذا رونالدو حبيبي انا وهو الوحش. واخر اختيار كان دينيس، عنده استون فيا وكريستال بالاس، مش متوقع منه بصراحة انا يعني، مش ليش اكذب عليكم، مش متوقع شيء منه، بس عنده دبل بلكي زبطت معه، حط جول شانس او شيء ان شاء الله يعني تزبط يعني اي شيء منه. لا بركي انطرد مرة ثانية زي كيف الدبل الماضي تاع دينيس، كل حد كان مكابتن وراح انطرد، بركي انطرد مرة ثانية هاي الاسبوع كمان. احتمال كبير والله، انسى انا ما بحبهمش تعاون واتفورد، ومانشستر يونايتد يعني كمان قريبا رح نخلص منهم صراحة. بالاحتياط عندي سانشيز زي ما حكيت لكم، دايخ بينه وبين دخية. وعندي داير في احتمال انه ما يلعب، بس صراحة يعني اذا مثلا زي ما حكيت لكم جوتا ما لعب المباراتين، بنزل عندي يا داير يا سوفال، وسوفال ضد نيوكاسل ما بتعرف ممكن يجيب كلين شيت يعني او اسيست، ما بنعرف. فمشان هيك انا مش راح اخذ اي تغيير ثاني. شريف عندك اي نصائح لي، اي تعليق على تشكيلتي؟ لا بالتوفيق بالتوفيق صديقي، حبيبي يعني كنا حبيبي تريبل كابتن على صلاح هذه الجولة، فأتوقع يعني كنا راح نكون حوالين بعض أصلا، يعني فرقنا تقريبا فريقي زي فريق كل حدا تاني بلعب فانتسي تقريبا، يعني كنت عم بطلع هذيك المرة أنا فريقي 86% نفس فرق الناس اللي بالتوب 10,000، يعني صحيح. كلنا زي بعض صراحة، بطل في فرق بين الفرق صراحة. بس يلا خلينا نروح هلا على أدائي بالجولة ال بس ترى شريف 25. يعني انا اخر اسبوعين متفوق عليك صراحة بقوة كمان، بس مش مشكلة، يعني متى راح انا ترجع؟ عم باخذ بريك عشان باخذ بجهز راحتك. للجولة 26، هاي راح انفجر فيها. اللي بنشوف. تمام، خلينا ننتقل لفريقك. طيب فريقي طبعا زي ما بتعرفوا انا ترتيبي نزل هاي الجولة من 16600 ل 17400، مش هننزل كبيرة بس يعني لانه في بعض اللاعبين ما لعبوا، يعني لاعب ما عنديش لاعبين من برايتون اللي جابوا كلين شيت، فهذا الاشي اللي اثر على ترتيبي، بس يعني بشكل عام 67 نقطة حلوين فوق الافرج واموري تمام كانت. طبعا بالفريق كان عندي حاسي دخية، دخية جاب 10 نقاط حلوين، ويعني معظم الناس كثير ناس كان عندهم دخية فمش كثير عمل الفرق يعني الكبير. وبالدفاع عندي دفاع اللي هو الدفاع يعني خذلني شوي، دينا جبته بدل تيرني انا بالجوله ال 24، وريتني ما عملت التبديل لانه دينا على الفاضي ما فادني بولا صراحة شيء، هذا أنا تبديلك خطير، يعني مش فاهم ليش سويته. وصفال كمان صفال نزل لي من البنش لانه ريجيلون ما بلش اساسي، بس يعني الدفاع ما كان منيح. الوسط هو اللي انقذني برونو، جول برونو بالدقيقه 97 والله سنيس هي اللي انقذتني، وصراحه يعني انا كنت متوقع انه دي بروين راح يكون ما راح يبلش، فقلت لازم اعمل التبديل عشان هيك بدلت دي بروين ببرونو، والحمد لله اني عملتها، يعني تبديل فادني اعطاني نقاط حلوه هو لو برونو لعب الباس لرونالدو كان كثير احسن صراحة.
هلا شو يعطي الباس لرونالدو؟ بعدين انا كنت اصلا حاضر مدريد ومدريد خسران وهيك، فلما شفت الجول شوي انبسطت يعني. وجابته طبعا كان بنش ما عملش شيء، ماديسون هالاسيست، وبوين حكينا عن بوين يعني مش هرجع احكي عنه، لاعب متالق وفيري كونسيستنت يعني. وهجومي طبعا كل حدا بيعرف قصه هجومي، قصه حزينه، هي قصه حزينه على الجميع مش بس هذا. هذا السال الموسم الهجوم كير عم بتخاذل وما عم بيعمل إشي، ويعني بتقرا عن كل حدا دائما بقول لك الهجوم مشكله يعني. فنقطتين على الدائره، حتى دينيس نقطتين ما جاب لنا للاسف الشديد يعني. وهذا هيك كان ادائي يعني بالجوله، ما يعني جوله منيحه ما اثرت علي كثير الحمد لله. وهلا جاهزين للجوله 26 اللي عملت رح اخذ فيها ماينس 4 لانه بدي اعمل تبديلين. اول تبديل هو سوفال لتيرني، طبعا تيرني كان عندي قبل جولتين بس حسيت انه لازم يرجع عندي على الفريق، عنده مباريات حلوه تبديل خطير حسيت يعني بسيطه بس حلو يعني لازم صراحة. حاس لازم يكون عندي يعني، فعشان عندي رامسديل انا كمان فحلو يكون عندي التنين. والتبديل الثاني طبعا محمد صلاح من برونو لصلاح، صراحة جبته على 13 مليون وصراحة تريبل كابتن بدون ما أفكر فيها صراحة. كل حد عم بيحكي وكل حد عم بيطلع أرقام وستاتيستيكس وأرنولد وبصر مين وروتيشن وتبديلات. أنا بالنسبة لي إذا صلاح لعب جيم واحدة ضد نوريتش أو ضد ليدز أنا متأكد أنه رح يجيب منيح ورح يعطينا المطلوب من التريبل كابتن، فأنا ما رح أفكر فيها تريبل كابتن على صلاح. لعب جيم، لعب جيم ونص رح يبدع مليون بالمية، ورجع بجول ضد إنتر ميلان فهي رجع بالسيستم. وبضل صراحة كل حدا بيعرف صراحة شو بيعمل بالفانتسي يعني، فما راح أفكر فيها حتى. طبعا إنجول عندي رامسديل عنده دبل، ورامسديل عندي يا من زمان وهو حارسي الأساسي. وبالدفاعي الدفاع تقريبا تقليدي يعني، تيرني أرنولد كانسيلو زي دفاع فاروق، بس أنا عندي ريجلون زيادة اللي هو عنده دبل. وريجلون هي مشكلة بس إنه هو ثرت إنه في روتيشن في مداورة لريجلون يعني، الجيم الماضي ما لعب فأتوقع رح يبدأ ضد مانشستر سيتي، بس يعني مانشستر سيتي ما أتوقع يقدر يطلع بكلين شيت. بس ريجلون الحلو فيه مع كونتي إنه هو بيلعب فول باك فعنده كثير بهجم يعني. آخر جيم لعبها ضيع، عمل له كم تمريرة حلوة وضيع جولين كما كأنه، فأتوقع عنده فرصة. بس ريجلون صراحة أنا بحس هو بخطر التبديل عشان في كثير بينافس على محله لاعبين اخرين يعني. لا هو روتيشن يعني، الجيم الماضي ما لعب، قبلها كان اساسي، راح يلعب هاي ضد سيتي اكيد، ما ضد بيرنلي ما بعرف، انا بدي اياه ضد بيرنلي صراحه مش ضد سيتي، بس اتوقع حيلعب مع سيتي وما بعرف مع بيرنلي كيف. المهم مش مهم يعني. وكانسيلو طبعا اي حدا عنده كانسيلو شباب، كانسيلو علمنا باكثر من مباراه لما يكون حتى لو مباراته قويه ما تحطه على البنش لانه مره لعب ضد اليونايتد جاب كنه 15 نقطه وضد تشيلسي نفس الشيء، فكنسلو لازم يعني اساسي بغض النظر. هو ارنولد صراحه ارنولد صلاح هذول الثلاث يعني مش عارف يعني من جديد صاير بوين معاهم من ضمن الشله هاي 100%. وخط الوسط يعني جوتا صلاح بوين زي ما حكيت عن ليفربول يعني، ما تفكروا بالموضوع اكثر من لازم تفكروا فيه، لانه حتى لو في مداوره عنده مباريات سهله يعني، انت بالاخر اعتبر انه هو سنجل جيم ويك مش دبل. ما تبدل مثلا جوتا، هلا جوتا عشان مصاب ممكن انه ما يلعب المباراتين يعني، بس ما تستعجل بتبديله، لا تستنى لتطلع اخبار اكثر عن اصابته. بس يعني ما تبدل مثلا تحكي جوتا لانه ممكن يلعب جيم وما راح يلعب الجيمتين وتجيب مثلا بداله حدا ثاني، مش مستاهل تخسر تبديل عشانه يعني. لانه بضلهم لاعبين ليفربول مين ما لعب بالوسط بالهجوم عنده مباراة سهلة كتير وفرصة انه كل اللعيبة يطلق بصراحة كبيرة. وسميث رو يعني رح يلعب اساسا ضد برنتفورد 100%، وانا ما بديش منه اكتر من هيك يعني. يلعب مع برنتفورد هو رح يلعب مباراة واحدة صراحة، يلعب جول جيب لي جول بيكون بورنا تمام عادي. وخط الهجوم يعني ما مش متوقع منه شيء، بس حطه مش مشكلة. دينيس وانتونيو يعني، هلا عندي واتكنز على البنش ضد واتفورد، انتونيو ضد نيوكاسل، التنين ما عم بيجيبوا نقاط، التنين على الفاضي، بس بدي اشوف مين على الفاضي اقل من الثاني وانزله يعني، مين عنده فرصه ممكن يجيب جول اكثر. بدي اقرا اشوف الارقام يعني. واتكنز اخر كم من مباراه عنده اكسبكتد جولز اعلى من انطونيو، فممكن اروح لو واتكنز بالاخر بدل انطونيو. بس مبدئيا هاي هي تشكيلتي، ومتوقع في عندي امل كبير يعني بهاي التشكيله، وخايف من البنش شوي لانه حاسس مباريات البنش شباب عندي رح يجيبوا نقاط يعني، بس اللي بالملعب احسن من تعمل البنش اتوقع. ف الدبل جيم تكون يعني جوله حلوه، وزي ما حكيت لكم شباب ليفربول ما حد يخاف من المداوره، ما حد يخاف يحكي في مباريات ما فيش مباريات، مصاب مش مصاب بده يريحه يعني. ماشي بدل امبارح ماني على البكير، بدل جوت طلع مصاب، بس لسه صلاح لعب الجيم كامل، بس اتوقع
خيارات ممتازة ويكون عندك ثلاثة من ليفربول. ولا اسمع رايك فرو شو رايك؟ صح، وصلاح انا بصراحة اوكي يعني بقدرش اتوقع بشكل يعني تمام يعني مضبوط، بس انا بحس انه صلاح كلوب بحب ينزله، وصلاح عنده اشي ليثبته للعالم، فانا حاسس انه صلاح دائما اساسي بمباريات ليفربول، يعني عشان ما راح يلعب، هو بينافس. ما راح يلعب 180، اسمع ما راح يلعب كل ماشي، جيمتين كاملين، ده بيطلعوا جيم بالشوط ونص. المباراة الثانية، بيطلعوا بالشوط الثاني او شيء، بس ليش كلوب بينزله؟ هو هداف، هو هداف الفريق يعني، وبده يظبط ارقامه يعني. اكيد صلاح هو عارف كمان بده يزيد عدد الاهداف تاعه، بده يكسر ارقام، فصعب تطلع هيك لاعب يعني على يعني السريع صراحة يعني. لليفربول كيف مثلا رونالدو كان ايوه لمدريد، بالضبط، كيف ميسي لبرشلونة، أنا ايش ما كان الوضع قد ما يكون تعبان لازم يلعب يعني هو دائما احسن لاعب اساسي يعني. بالفريق. اه بالضبط، فما تفكروا يعني، ما تفكروا بالموضوع اكثر من ما هو لازم تفكروا فيه، لان الموضوع كتير اه. بسيط. وجوتا هو زي ليفربول ما عنده حكينا جيمات انه حلوة، اول مباراة صراحة انا متوقع انه ما راح يلعبها، اصابته يعني. يعني وبحكي لك مش بس يعني بغض النظر عن اصابته، يعني هي بيحكوا انها هي بس نوك يعني خفيفه، بس اه عنده خيارات اخرى، فممكن ما يخاطر فيه كلوب على طول يعني صحيح، لعب الاربع في يلعب عندك الاحد دياز، مره في عندك ثانيه، فيرمينو، ف ممكن يريحه يقول بلعبه على الثانيه لانه في دياز جاهز، فيرمينيو جاهز، فيرمينو حينزل عنده خلاص، خيارات يعني. فيرمينو اتوقع حينزل. فيرمينيو، اه فيرمينيو صلاح ماني اجل. صحيح، تمام هيك. وبس هيك اتوقع هيك فرجناكم يعني بشكل عام، انتوا احكوا لنا شو تفكيراتكم لهي الجولة، احكوا لنا مين راح تكابتنوا، راح تستخدموا تريبل كابتن على صلاح، واخر شيء طبعا شاركوا الفيديو مع اصحابكم، اعملونا لايك سبسكرايب، وخليكم متابعينا لانه المحتوى راح يصير اقوى واقوى. نشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.